هلا اول شيء الدجاج، اول شيء صدر الدجاج بنقسمه بالنص وبعدين بندقه ومنتبله، منتبل الدجاج بالفلفل والملح، الفلفل الاسود والملح. تمام. وبعدين نلكه بالطحين، نغطيه يعني قطع الدجاج في الطحين. تمام. بعدين بنشوحهم على النار. أوكي. مع شويه زيت وزبده ونحطهم على جنب. بنفس المقلاي بنحط بنضيف الزبده وبنضيف كمان شويه زيت وبنحط الثوم لحد ما يحمر معنا شوي، بعدين بنضيف مرقه الدجاج وبنضيف الليمون ومتركهم لحد ما يتسبكوا، منعيد الدجاج للمقلاي. اوكي. وبنخليه يغلي شوي مع الصوص وبعدين بنقدمها بهاي الطريقه. فيليه الدجاج بصلصه الزبده والليمون، رح نحتاج لاربع صدور دجاج مخليه من العظم، نص كوب طحين، ملح وفلفل اسود، ملعقه زيت زيتون، اربع ملاعق طعام زبده، تنين ملعقه صغيره ثوم مهروس. تمام. نص كوب مرقه الدجاج، ثلاث ملاعق طعام عصير الليمون، نص ملعقه طعام بشر الليمون، بقدونس مفروم، ليمون قطع للتزيين، ورح نحتاج لفلفل حار ناشف، هذا اختياري طبعا، اللي ما بحب الحار مش ضروري يستخدمه. هلا اول شيء في عنا الفيليه الدجاج، رح نجيب قطع الدجاج الفيليه نقسمها من النص. انا هلا عشان ما الوقت ما رح نعملها الطريقه كيف. أوكي. بس هي رح نجيب صدر الدجاج بنقسمه من النص، بعدين بواسطه بنحطه بين بالكيس وبواسطه هذا بندقه بنخليه بيطلع عنا بصير بهاي الطريقه. أوكي. ارفعي بس بعد، خليه بس زميلنا يشوفه. بدنا اياهم صدور الدجاج مجهم للشباب. تكون هاي طالعوا كيف الرقيق هيو. زي الستيك الرقيق كانه هي. اوكي. هيو دقيقه شوي كمان. ارفعي كمان مره يا معلش، خليكي معه. ايوه يا عين، هاي شايفين. اوكي اوكي. هلا بس رح اتبله بالملح والفلفل الاسود، أنا حاطة معهم شوية ليمون عشان هي أصلاً أكلتنا بالليمون ورح يتنكه فيه منيح. هلأ رح نتبل الدجاج عنا بالفلفل الأسود والملح. أوكي. وبس ونقلبهم مع بعض. وأنت نقعتي أصلاً بالليمون فقط؟ مش ناقعته، حاطة بس حاطة ليمون. كأنه أوكي. تمام. أوكي. والخطوة الأولى رح نحط بس بالتدريج. بس بالتدريج يعني. نعم. رح نحط هيك مكعبين مع الزيت. معلش اليوم هاي الأكلة رح يكون فيها زبدة كتير، بس هي صلصة الزبدة. أوكي، يعني صلصة زاكية مع الليمون كتير كتير. هلأ بعد ما تبلنا الدجاج بس فلفل أسود وملح. أوكي. رح فلفل أسود وملح فقط لا غير، فقط هاي تتبيت الدجاج فقط لا غير، شرايح اللي سوتهم. رح نتبل رح نلك أو إيش. أوكي. لكلكهم بالطحين. نلكلكهم بالطحين لكلكة. أيوة. أوكي. بس رح نلكلكهم بالطحين، نغطي يعني قطع الدجاج بالطحين. تمام. ذابن الزبدة وحمي ودابوا، نحط عليهم الدجاج على طول. يا سلام. أوكي. هلأ حمروا معنا، شايف كيف الدجاجات هيك شوية صاروا على حمار. مش رح كتير نزيدها بالقلي، رح نقيمهم على جنب ونحطهم بصحن. وهلا سمير بنفس المقلى رح اضيف الثوم. ايوه. هلا بس الثوم بدنا اياه يشقر شوي، مش انه ينحرق او يحمر معنا، بس هيك يصير بهذا اللون. رح نضيف عليه ميه مرقه الدجاج، رح نضيف شويه هلا عصير الليمون، رح نضيفه هو حوالي 3 ملاعق بس انا زايده كميه الصوص، ونتركهم يغلوا مع بعض شوي عبين ما هدول كمان يحمروا معانا. هلا بس شويه الليمون يتسبك معاها، رح نضيف الزبده كمان مره، دي مكعبات الزبده. ترك نقلب هون مش وضع، بس بكفي هيك صح. الله بكفي بكفي سمير. حلو الزبده. رح اضيفهم لهاي الصلصه. الدجاج عم نرجعه. الله. هسه هذول تقريبا بس تقليبه اخيره، تقليبه اخيره هون، هاي تقليبه اخيره. يا عيني يا عيني. انا بس بدي اضيف برش الليمون، منضيفوش كثير من البدايه عشان ما يمرمر.